الله الرحمن الرحيم. أنا يعني راجع لكم برسالة تانية لأنه ما حبيتش أخلط مواضيع مهمة بمشروع القانون في مجمله. الرسالة الأولى كانت محتوى أهم ما كنا نستهدفه في هذا القانون. المحاور كان هناك محور يعني أخرجناه من الرسالة الأولى علشان نديله حقه في الرسالة التالية. الموضوع التالي يتعلق بأتعاب المحاماة. حضراتكم تذكروا جيدا معاناة نقابة المحامين في تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها نتيجة إما عدم تنفيذ الأحكام بشكل كامل أو تنفيذ الأحكام بشكل منقوص أو دخول الأموال لوزارة المالية ثم افتقاد وزارة المالية لسندات التنفيذية لهذه الأحكام فلا تردها لوزارة العدل فلا تردها وزارة العدل لنقابة المحامين، مما فوت علينا كثير من الأموال. وأجرينا أكثر من محاولة مع وزارة المالية ومع وزارة العدل، وفي إدارة موجودة الآن في وزارة العدل علشان تحصل هذه الأتعاب، لكن بجهد جهيد، نتيجة أنه في كثير أيضا من السادة المحامين للأسف الشديد بيتخاذلوا في تحصيل أتعاب المحاماة وبيتركوها، إما أن المحضر يحصلها فيحطها في حساب خزانة الحكومة أو ما يحصلهاش فما يهتمش صاحب الشأن بتحصيلها أو ينسحب للشطب في الدعاوى علشان يفوت القضاء أو الحكم بأتعاب المحاماة المقضي. فإحنا قررنا بناء على رغبة المحامين أن تحصل أتعاب المحاماة مقدمة. كيف تحصل مقدمة؟ النص بيتكلم على تحصيل أتعاب المحاماة وتحصل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية التي عند قيد الدعوة. الرسوم القضائية المقررة عند قيد الدعوة، بمعنى أنها تقدم. طب ما اللي بيقدم الدعوة ده ممكن يكسب القضية وممكن يخسرها. المفروض أنه أتعاب المحاماة بيتحملها خاسر الدعوة. إحنا رأينا هنا أنه هيبقى في عملية إحلال بين المحامي وبين نقابته. أولا المحامي اللي هيدفع رسوم أتعاب المحاماة هيدفعها عن موكله. اثنين، نص الدعاوى اللي هتقيد إذا قلنا نظريا هيخسروا دعواهم ونصهم هيكسبوها، فكده ضمننا أنه نص الذي خسر دعواه قد سدد أتعاب المحاماة وبالتالي لا مجال للتهرب من سددها. باقي النصف الثاني الذي كسب الدعوة وهو ينفذ دعواه قبل المتهم قبل المدعى عليهم يحصل أتعاب المحاماة لصالح نقابة المحامين ويستردها، أو لصالح نفسه ويستردها. لأنه في النهاية لما تبقى المحامي هنا بيبحث عن أتعاب واحدة لقضية واحدة أو عشر قضايا، غير لما تضيع على نقابة المحامين كل أتعاب المحاماة. هتروح فين هذه الأتعاب؟ تحصلها هيتم مباشرة عند قيد الدعوة بدفتر إيصالات مستقل، بيجري الآن إعداد بروتوكول مع وزارة العدل لوضع المبالغ المخصصة لأتعاب المحاماة في حساب نقابة المحامين مباشرة، بحيث أنها بمجرد دخولها عند التحصيل تورد إلى خزانة نقابة المحامين، فنحافظ على الأقل على نصف حصيلة أتعاب المحاماة دون مساس ودون تهرب ودون تقاعس ودون أي عبث يمكن أن يجري على هذه الأتعاب. نحن نناشد المحامين أنه ما 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 لا تأخذهم حمية الحديث عن لماذا يدفع الموكل أتعاب المحاماة مقدما، ولا نسأله لماذا لا تأخذك الحمية أو الحمية بما تقتضيه الأمور مع نقابة المحامين، وتحرص على أن تورد هذه الحصيلة لحسابك لأنها في النهاية تدخل صندوق المعاش وصندوق الرعاية الاجتماعية. إذن هذا النص مقرر لمصلحة المحامين، هذا النص مقرر لمصلحة صندوق نقابة المحامين، هذا النص سوف يوفر علينا جهد كبير في تحصيل أكثر من نصف أتعاب المحاماة الموجودة الآن بالمحاكم. ده يترتب عليه مضاعفة أتعاب المحاماة اللي هيترتب عليه أيضا زيادة كبيرة في المعاشات القادمة وزيادة كبيرة في مصروفات العلاج اللي احنا بنرفعها تقريبا كل سنة علشان نضمن أكبر قدر من الرصيد وأكبر قدر من الضمان. الحديث حول أي حديث آخر حوالين لماذا نحمل الموكلين الأتعاب أتعاب المحاماة مقدما وهذا فيه ظلم، هذا كلام يعني الحقيقة
متجاوز حدود الفهم العميق للموضوع. الرسوم القضائية عندما تقرر بتقرر وبيفح الموكل وبيفح المحامي وبنقبلها ولا نستطيع أن نناقشها ولا نستطيع أن نتنع عن سدادها. لما تصل إلى نقابة المحامين وهي نقابة مستحقة لهذه الأتعاب، لا يجوز أن احنا نستخدم يعني أو نحاول الالتفاف حوالين المقاصيد الحقيقية للنص المتاح. فنحن نقرر أمام حضراتكم أن هذا النص بناء على طلب المحامين، أن هذا النص لصالح صندوق نقابة المحامين، أن هذا النص لن يضر المحامي لأن المحامي ليس مسؤولا عن سداد أتعاب المحاماة. المسؤول عن سداد أتعاب المحاماة هو صاحب الدعوة الذي يقيدها عند قيدها أمام المحكمة المختصة. بهذا الإيضاح أردنا أن نؤكد أنه ليس الآن هيتم التنفيذ، لكن في بروتوكول هنوقعه مع وزارة العدل علشان يتم الاستحقاق بإيصال يخص نقابة المحامين، بإيداع يخص خزانة نقابة المحامين، بإيرادات تدخل صندوق المعاشات نقابة المحامين بإرادة المحامين. إذن نحن أمام نص يستهدف دعم صندوق نقابة المحامين اللي هو لا يقل أهمية عن النص الذي تم تعديله في 2003 اللي ضاعف أتعاب المحاماة من 5 جنيه بقت 50، ومن 10 جنيه بقت 75 وبقت 200 وهكذا. حتى أحكام المحكمين احنا أضفناها في التعديل وبقى فيه 500 جنيه عن كل حكم تحكيم، أيضا سوف تحصل لصالح نقابة المحامين ولصالح موارد نقابة المحامين. شكرا لحضراتكم.